أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. لا يكفي أنه إحنا نتعرف ونفهم المعنى الحقيقي للابتزاز أو مفهوم الابتزاز، المهم أنه إحنا نعرف كيفية الحماية منه. إحنا عندنا اليوم ثلاث نماذج للابتزاز: ابتزاز الأم والأب، ابتزاز الصديقة والصديق، وأيضا معانا الزوج والزوجة. ودائما يقال، وإحنا ما إحنا متأكدين من المعلومة هذه، إنه الابتزاز لدى المرأة أوضح بكثير من الرجل. ليش؟ وغيره من الأسئلة حطرحها على ضيفتي الكريمة بالاستوديو. إحنا معنا مستشارة تمكين المرأة الأستاذة لبنى الغلاييني. يسعد مساكي. أهلا خلود، كيف حالك؟ الحمد لله. تمام؟ مشان ما يزعلوا ويتأمسوا، الابتزاز العاطفي عند المرأة أوضح. أيوة، بس حنكمل نوضحها بعدين. طب خلاص، أنت سألتي السؤال، أنت قلتي لي وجبتي لي السؤال الأول، ليش هل فعلا إنه الابتزاز العاطفي لدى المرأة أوضح، وليش أوضح؟ هي كنت أنا أفضل أجل الفكرة للأخير، بس خلينا نبدأ فيها عشان ما نضيع الوقت. ماشي. الابتزاز العاطفي عند المرأة قد يبدو أوضح. هما في الجنسين أعتقد أنه هو بنفس الدرجة. ما في دراسات عن هذا الشيء، ولكن أنا من وجهة نظري، من ملاحظات، أنه قد تكون أوضح لسبب أنه المرأة محصورة، مداراتها ضيقة. المرأة في العالم العربي مداراتها أضيق من الرجل، فبتفرغ كل مشاعرها، يعني بتستخلص كل مشاعرها أو بتفرغها أو بتبتزها من شخص واحد، اللي هم المحيطين فيها، إما الأبناء، إما الزوج، إما الصديقات. فالرجل توسعه، يعني مداراته أوسع بكثير، لأنه بيخرج وبيشتغل وبيعمل، وخبراته دائما متجددة أسرع بشكل. طب أسرع. المرأة لا، المرأة بتخرج وبرضو بتشتغل حالياً. إذن هي ما حتمارس نمط الابتزاز العاطفي. كل ما توسعت مدارات المرأة ما حتمارس نمط الابتزاز العاطفي. ليش يعتبر الآن الابتزاز نوع من أنواع الذكاء؟ لا، هو مين قال كده؟ هذه فرضية، اعتقاد ده؟ مقيد. موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس أنه نحطها كفرضية، ليش يعتبر أنه نربطها سبب ونتيجة؟ هذه اعتقاد مقيد. إنه في ناس بيعتبروا أنه قد ما أنا أسحب من الشخص ده ذكاء مني. في ناس كثير كده طبعا، وزي ما الناس بتعتقد انه الكذب ذكاء، وزي ما الناس بتعتقد انه الانتقاد ذكاء. كل ما انتقد، كل ما اكون سلبيه اكثر، معناته اني انا يعني لماحه وبلتقط اشياء ما التقطوها غيري. هذا كله طبعا غباء. خليني ابدا بسؤال الاول عشان انت بس لا تزعل، لانه انت سالتك السؤال هذا قلت لي خليه بالاخير وجاوبتيني عليه برضه. خليني اسالك السؤال الاول: كيف الام ممكن تبتز أبنائها؟ أيه. كيف وهي أم، يعني معروفة أن الأم هي العطاء. صحيح. فكيف ممكن تبتز أبنائها؟ أنا اليوم حاولت أنه يعني نوضح الموضوع بشكل واضح جدا عشان ما يفهم بشكل خاطئ. ابتزاز الأم، ابتزاز الزوجة، ابتزاز الصديقة، كل هذا بيعتمد على فكرة معينة. ماني عارفة إذا الصورة جاهزة عشان نحطها على الشاشة. في صورة أنا طلبتها. يعتمد على فكرة معينة، منبع الابتزاز العاطفي لدى أي شخص يمارس، سواء كانت أم، سواء كانت أب، سواء whatever، أي شخص يمارس الابتزاز العاطفي تحديدا، سببه أن هذا الشخص يكون مركز جانب الهوية، يعني الهوية، الجانب الهوية عنده، الكينونة عنده لا تشبع إلا من مجال واحد، من مدار واحد، زي الأم اللي بتركز كل مدارها، كل حياتها منصبة على أطفالها فقط، زي ما ذكرت الحلقة الماضية، أو تبغى تأخذ إشباعها العاطفي من أبنائها. فعندما يكبر الأبناء وتقل دورها في حياتهم وينشغلوا هم، يعني كل واحد يروح في مساره، هي اعتادت أن تشبع عاطفة الأمومة عندها من الأبناء. بينما الأم مش بس فقط أم، هي أم وزوجة وصديقة وإنسانة، لها إنجازاتها، لها مدارها الخاص، إنجازها الشخصي الخاص. الأم أحد أدوارها. حين تصر المرأة أو تختار المرأة، تختار هو خيار، حين تختار المرأة أن تشبع أو أن تقتصر هويتها على دور الأم، فهي تعطي كل ما لديها، كل حياتها لدور الأم. حتى قبل ما تتزوج ترى هي جالسة تنتظر أم تصير أم، هي جالسة تنتظر تصير. صح. أم، فعاملة ستاند باي على أي شيء، على أي إنجازات، على أي تطور أو أي نمو، هي جالسة تنتظر تصير أم. صارت أم، قامت بدور الأم، أشبعت دور الأم. لا نتحدث أنه هذا في قصور أو خطأ، إحنا نتحدث أنه طالما أنت في دور الأم أشبعي كما يجب. حين ينتهي الوقت المخصص لهذا الدور ويتقلص هذا الدور، أشبعي الأدوار الأخرى، أو في نفس الوقت خليكي بارلل مع أدوار أخرى. يعني أيضا الزوج
الزوج ممكن يمل أو ليه بتحدث حالات طلاق فراغ عاطفي وكل هذه الأشياء بسبب أنه الزوجة فقط مركزة على دورها. الصورة الكأم. حضرتك هذه هي اللي طلبتيها؟ بالضبط هذه الصورة. إحنا نجد أنه الإنسان العادي، الفرد العادي، سواء أم أو زوجة أو صديقة أو أي فرد، حتى الرجل أو المرأة ينطبق عليهم هذا الشيء كله، يجب أن تكون عنده عدة مدارات، المدار الروحي، المدار الشخصي، المهني، و و و وكل المدارات اللي ظاهرة على الشاشة. أنت توقفتي قبل ما أوريك الشاشة أو الصورة، أنت قلتي أنه لغاية ما ينتهي دورها في أبنائها طبعا فبتذهب لمدار آخر. في ناس هيقولوا لك ما حينتهي دورها مع أبنائها. لا أنا بقول بينتهي، هو مش بينتهي، أنا حفضل أم ولكن أولادي كبروا ما حيحتاجوا لي زي ما كانوا انفنت، يعني بيبي زي ما كانوا الرضع، ما حيحتاجوا لي الآن. أيضا من الذكاء أني أربي، حلقتنا مش على التربية، ولكن الاعتمادية أني أعتمد على نفسي، الاستقلالية، هذا شيء ينشأ من الصغر. فما هو على فكرة معظم اللي بيبتزوا عاطفيا تجديها هذه الدور كأم، هي اللي بتحقق كل شيء لأولادها، هي اللي بتنفذ كل شيء لأولادها، فنجان الشاي، الأكل، أصب لك، أعمل لك، أسيلك، أحطك، هذه بتكون حتى يظلوا معتمدين عليها عاطفيا. هي تريد أن تشبع كل هوياتها اللي هي بخيارها اجتزأتها أو أبعدتها، تريد أن تشبعها من مدار الأم فقط. لذلك حين يكبر الأطفال أصبحوا رجال، شباب، رجال، هي تريد، هي ما عندها أصلا مدارات أخرى، لا عندها إنجاز شخصي. معظم سيدات العالم العربي على فكرة بهذا النمط، معظم سيدات العالم العربي بهذا النمط، لا عندها إشباع شخصي ما فوق 30 حاليا. الآن بدأ الوعي يتغير، ولكن البعض اللي موروثه الكلاسيكي عن دور الأم أنه هو الدور الوحيد للمرأة، ستجدي لا شعوريا ينجر، ينقاد فورا بعد الزواج إلى دور الأم، ويشبع به ويهنأ به ويخمد به أيضا. فلذلك تبتز عاطفيا لما يكبروا الأولاد دون وعي منها ودون خبث ودون لؤم. احنا نتحدث احنا الان بنتحدث عن عطاء الام لغايه ما انه تخليهم يتعودوا عليها والى اخره، لكن بالزبط. كيف ممكن تبتزهم لما يكبروا؟ كيف؟ لما يكبروا زي ما قلت لك ما بتجلسوا معايا وقت كافي، الكافي عندها غير الكافي عندهم، ما بتتصلوا فيها، ما بتسألوا يعني علي، ما تطلب او تطالب برد الجميل. بالضبط بالضبط، هي تعتقد انه هذا من حقها، هي تعتقد ان هذا طب هذا من حقها فعلا، من حقها، ولكن ايش هو الكافي؟ الكافي مدلول نسبي، يعني واحدة أعطت عمرها وحياتها وسنينها وشبابها و لأبنائها، ما كان مطلوب منها ذلك على فكرة. كيف ما كان مطلوب؟ مطلوب منها قلت لك في الفترة، عشان جدا هممي أوضح هذا المفهوم، مطلوب منها في الفترة اللي هم يحتاجوا منها هذا الشيء. هل مطلوب من الأم اللي عندها طفل عمره سنتين نفس الجهد والوقت اللي مبذول لشخص عمره 15 ولنفسه لما يصير 20 ولما يصير 23 و25؟ هتختلف، هذا اللي بقصده. دائما خلي المرأة عندها طموح إنه أنا دوري الأم، دوري كأم الآن هو نافذة بفتحها وبغلقها حسب الحاجة. طيب عشان لا يصير لبس أو خلط بين الأمور، لأنه ممكن هذا الشيء يطلع يصير فيه تمرد من الأبناء على أو يعتقدوا أنه عقوق. بالضبط، يعني في ناس ممكن يروح تفكيرهم لاتجاه خاطئ. إحنا بنتكلم على الأم اللي هي ما زالت تقتحم حياة أبنائها حتى صار الابن شاب أو شابة أو تزوج وإلى آخره. هذا استغلال، ابتزاز عاطفي. هذا هو الابتزاز اللي حضرتك تعنيه، اللي هو مرفوض. مفروض هي تقدر مثلا الولد في أول حياته الزوجية، ابنها تزوج عمره 30، حنحط الرينج الطبيعي 27-30، تزوج. هل من المفترض أنه يعطي، مش عنده الآن أسرة جديدة، مش عنده الآن زوجة جديدة، إنسانة جديدة في حياته يجب أن يعطيها اهتمامه ويركز في السنة الأولى على زوجته؟ إحنا ما بنقول أنه ما حيروح عند أمه، بس بدل ما يروح يوم بعد يوم حيروح كل أسبوع مرة، في الأسبوع مرتين. طيب في هذه الحالة إذا طالبته بأكثر مما يستطيع، بأكثر مما يحتمل، إضافة أنه هذا الرجل عنده دوام، هذا الابن عنده دوام، فلما أبدأ أتذمر، أنتقد، أعترض، أتضايق، أظهر ضيقي من عدم مجيئه عندي بشكل كافي، هذا اسمه ابتزاز عاطفي، لأنك أنت عارفة أنه هو مش ما بيجي عشان هو ما يحبك، هو ما بيجي لأنه مشغول في مدار بيركز عليه جديد بالنسبة له، experience جديدة، خبرة جديدة، لا يستطيع أن يعمل balance، خاصة إذا عرفنا أن الرجل one track، يعني ما بيستطيع أن يسوي هذا البالانس بين شيء جديد وشيء، يعني ما بيعمل البالانس، يعني بيركز على شيء واحد. عندي سؤال خطير ومهم، بس الزوجة ما تكلمنا عن الزوجة.
شفتي اخذتيها مني عن الزوجة؟ والله لسه بقول لك هو لو طاحت يعني نفس من الشيء نفس من أمك نفس الشيء ونفس النموذج وزوجها نفس النموذج يقطع نفسه يعني بعد نفسه يعني حيصير مسكين طبعا. فأنا هنا سؤالي عشان نتحول للزوجة بالزبط. الزوجة لما تحصر أي شخص أي شخص الأم الزوجة الصديقة الزوجة لما تحصر نفسها في دور الزوجة أيضا فقط جالسة هو راح العمل هي جالسة سوت ونظفت هذا إذا نظفت وسوت ها مو الآن في أحد بينظف وبيسوي سوت إذا سوت مسؤولياتها تماما فعلا ما أعتقد أنه حتحصر نفسها في دور الزوجة بس جالسة بتنتظر ليه ما جيت ليه تأخرت ليه ما اتصلت فيها ليه ما كلمتني ليه بتشتغل فيه هو شخصيا ليه 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 ليه, ليه؟, ليه؟ لأنه أعداله متفرغة أنا دائما أقول أنه مصلحة الرجل أنه تعمل المرأة تعمل برا تعمل جوا مش مهم بس يكون عندها مدارات أخرى اهتمامات أخرى حتى لو تقرأ حتى لو تكمل تعليمها حتى 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 ولا whatever عشان ما تجلس له يعني ستاند باي قعدها 24 ساعة ليه تكلمت ليه قلت ليش هذا على فكرة بيضيق الإدراك كذا حط قطر مش عارف لو راح عند أصحابه طب ما هو برضو يعني حتى لو يحب زوجته يا جماعة ما لها علاقة لو يحب زوجته لو يحب هذه الإنسانة اللي معاه وأخذها عن قصة حب بس أيضا هو له متطلبات يعني هو بيمل هو بيطفش كلام الرجال غير كلام النساء نكت الرجال غير نكت النساء اهتمامات الرجال غير اهتمامات النساء يعني له وقت لها له وقت لأهله له وقت لنفسه لأنه هو أيضا مدارات مش زوج فقط فتبدأ لما هي تضيق مداراته أكثر هي اللي قلناها هو أيوة. عشان بيخرج هي على فكرة مفروض تكون مدارات متساوية مدارات متساوية بس الاهتمامات مختلفة بالضبط عشان ما أحد يجلس للثاني يقعد له كده 24 hours ابتزاز عاطفي فلو هو ما كفى ما أشبع مداراتها اللي هي تبغى تعيش هوية الزوج زي ما الأم تبغى تعيش هوية الأم فقط الزوجة هي تبغى تعيش هوية الزوجة فقط ما تبغى فيما بعد حيكون في بيبي برضو تبغى تعيش هوية الزوجة فقط طيب عشان برضو نختصر الوقت أنت تكلمتي على ثلاث نماذج والصديقة نفس الشيء الصديق خلينا ننتقل للصديقة لأني بعدها مباشرة حنتقل للأب وللزوج وللصديق للصديقة نفس الشيء أي شخص ثاني حكرر نفس المعلومة لا تحصروا نفسكم في هوية واحدة الصديقة لما حاصرة نفسها في أنه أبغى أخذ كل هذه الإنسان اللي تناسبني نفترض أنت يا خلود ها؟ عندك صديقة بتبتزك عاطفيا ليه؟ هي شايفة أنه نمط خلود هو اللي مناسب لنمطها هي خلود اللي فاهمة عليها فما تبغى تنوع لا هي عندها مرونة أنه تنوع أو تتنازل شوية في أنماط إدراكها عشان تتعرف على شريحة أوسع من الصديقات خلاص خلود فهمتني ومعايا من أنا وصغيرة وفهم علي الصديقة اللي بتغار على صديقتها أستاذة لبنى عشان هي 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 مش بتغار هي بتغار عليها لأنه هي تبغاها ليها وحدها فقط فهذا ابتزاز عاطفي أيضا بالضبط ليه تكلمتي ليه عملتي ليه سويتي ليه فعلتي ليه شو هذا ليه ما كلمتيني ليه ما قلتي لي ليه خرجتي مع فلانة وما قلتي لي ما أروح معاكم تخيلي عاد احنا في كيجي يعني تخيلي عاد ده بيصير وبتكون كبيرة يعني. في ناس موجودين في حياتنا كثير انت فاهمة يعني تخيلي عاد يعني هل يعقل هذا الكلام وهذه ممكن تكون زوجة وأم ترى يعني هل ممكن أصغر إدراكي لهذه الحد إن يعني جالسة قاعدة لوحدة أنا عندي بيت وزوج وأولاد وعندي اهتمامات شخصية جماعة دائما لو أنت مشغولة بنفسك لن تنشغلي بالآخرين نفس الشيء بالنسبة للزوج والأب والصديق لو انشغل في ركز على مدار واحد وسعوا مدارات الطاقة اتعرفوا على ناس كثيرين حتى لو ما يشبهوكم حتى لو ما يناسبوكم المهم وسعوا المجال مش هذا حديثنا حديثنا على الابتزاز العاطفي لا تضيق هويتك في هوية واحدة الأم ما تعيش دور الأم فقط تعيشوا طول ما أولادها كل ما أولادها اعتمدوا على أنفسهم كل ما هي رجعت لمداراتها الأخرى كزوجة المشكلة كإنسانة كوظفك المشكلة بالموروث الثقافي أنه الأم لابد أن تحيا وتفنى من أجل أبنائها هذا الموروث الثقافي اللي تربوا عليه أجيال كثير ما أعتقد حتى الموروث الثقافي بيتغير لما إحنا بنتغير وبنثبت أنفسنا أيوة بس موجود بنثبت التوازن يعني لما ما أقصر في أدواري حاقنع المجتمع كم دقيقة عندي عشان الكتاب فاضل دقيقتين أوكي الكتاب حق اليوم أنا ما تكلمت عنه المرة الماضية سوف تراه عندما تؤمن به هذا الدكتور واين دبليو داير من أهم الدكاترة النفسيين الذين تحدثوا عن تحول الشخص أنت عارفة دائما اللي بيتحدثوا عن التغيير والتحول الشخصي والنمو الذاتي دائما معظمهم بيكونوا تنمية ذاتية ولكن هذا الكتاب سوف تراه عندما تؤمن به أيوة يعني بمعنى أنه لابد أن تخوض التجربة لابد أن تقتنع وتخوض التجربة وتمارسها بنفسك قبل أن ترفض أو توافق أو تقبل ما. بس أهم شيء يهمني فيه إنه تخلص هذا الكتاب يخلصك من الشعور بالذنب والاضطرابات الداخلية
عندما تتفهم دوافع شعورك. يعني الأم اللي أبغى أختم فيها أنه الأم اللي عندها ابتزاز عاطفي نستطيع أن نتغير دائما، يعني never too late، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. هي بس مجرد تشغل نفسها. الآن أنا معجبة جدا بالأمهات اللي أصبحوا في سن 70 و80 وبدأوا الآن يتواصلوا عن طريق الواتساب، عن طريق الإنستغرام، هذه بيشغلوا نفسهم فيها وبيعلموا نفسهم أشياء جديدة وبيطلعوا على أشياء جديدة وبيخفوا عبء عن أولادهم اللي مشغولين، مش محبين. أكيد محبين بس يعني محبين بس مشغولين. أستاذة ربنا يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك. ودائما حبيبتي. يعني الحديث معك لا يمل. شكرا لك ولنا لقاء الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.